مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات، ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية وتحديدا من موقع الموقع بوست والذي عنون في تقريره الخاص: الموقع بوست يزور حي البعرارة بتعز بعد تحريره من ميليشيات الحوثي وصالح. وتقول التفاصيل إن حي البعرارة تحول بعد أن اقتحمته الميليشيا إلى مساحة رعب لا يغادرها الموت، وكل يوم ينتزع أرواح المزيد من المدنيين، خصوصا بعد أن تسللت ميليشيات الحوثي وصالح إلى تبة الأرانب المطلة على الحي، وكذا بعد أن تمركز قناصتها في أسطح المباني والمساجد والمدارس. ووفقا للموقع فقد تسببت هجمات الميليشيات الإنقلابية تلك بنزوح ما لا يقل عن 70% من سكان حي البعرارة هربا من جرائم الميليشيا وعمليات القنص والقتل والتهجير التي لم تتوقف بحق سكان الحي. ويتابع الموقع: اليوم بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى الحي الذي عانى كثيرا من سيطرة الحوثيين بعد أن تم تحريره من قبل قوات الجيش والمقاومة الذين خاضوا معارك بطولية تمكنوا خلالها من إرغام الحوثيين وقوات المخلوع وإجبارهم على الفرار. وإلى موقع عدن تايم والذي يتابع ما حدث في مدينة تعز، وعنوان: مصدر في مطار عدن يكشف لعدن تايم تفاصيل الاشتباكات. وأكد مصدر في مطار عدن الدولي أن الوضع الأمني تحت السيطرة وأن المطار سيعاود نشاطه بشكل متواصل هذا الأسبوع، نافيا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من سيطرة مسلحين على بوابته الخارجية. وحول تفاصيل الاشتباكات التي دارت في بوابة المطار، قال المصدر لعدن تايم إن ما حدث هو إطلاق نار ناجم عن سوء تفاهم بين أفراد الحراسة التابعين للواء الصولبان. ومن عناوين الموقع: اليمن تفوز للمرة الثالثة بمقعد في الهيئة التنفيذية لمنظمة النساء للعلوم. ومن شبوة: مشاورات تدعو إلى محاربة تنظيم القاعدة في منطقة عزان. وإلى موقع يمن مونيتور والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار، ومنها: الأمم المتحدة ترصد واقعا سيئا لأطفال اليمن بين تجنيد الحوثيين والموت من الحرب. وعنوان آخر: مشاورات اليمن تفشل في تنفيذ تفاهمات بالإفراج عن نصف الأسرى قبيل رمضان. ومن العاصمة: وزارة التعليم العالي في صنعاء تحدد موعد بدء التنسيق والقبول في الجامعات اليمنية. وبخصوص الجرائم التي تشهدها تعز، عنوان الموقع: وزير الخارجية: ما قام به الانقلابيون في تعز ينسف مسار السلام المنشود. ينتهز السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي مناسبة حلول شهر رمضان لتهنئة اليمنيين والطلب منهم أن يستغلوا روحانية الشهر لأجل جلب السلام إلى بلدهم. وبهذه المناسبة كتب السفير مقالا أكد فيه على موقف الصين من اليمن، وقال السفير: شهر رمضان المبارك في هذا العام يمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى الشعب اليمني، إذ أن مفاوضات السلام بين طرفي الحرب اليمنية تجري الآن في الكويت. إنها فرصة سانحة لليمن لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وآمل من الأطراف اليمنية تغليب المصالح الوطنية وانتهاز هذه الفرصة لإيجاد الحل السياسي الذي يتناسب مع الظروف اليمنية الواقعية ويراعي هموم الأطراف المختلفة، وذلك لإعادة السلام الدائم إلى الشعب اليمني. إن الصين ظلت تتخذ موقفا عادلا وموضوعيا في القضية اليمنية، وتدعو بشكل حازم إلى حماية سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتدعم دعما حازما عملية الانتقال السياسي وعملية إعادة الاقتصاد لليمن، وستواصل القيام بدور إيجابي وبناء في حل القضية اليمنية سياسيا. كان اليمن محطة مهمة في طريق الحرير القديم، والآن اليمن هو شريك التعاون للصين في بناء الحزام والطريق. إن الصين هي أكبر شريك تجاري لليمن، كما أنها من أكبر الدول المستثمرة والمانحة لليمن، والجانب الصيني على استعداد لتعزيز التعاون مع الجانب اليمني في المجالات التالية: لمساعدة اليمن في التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب اليمني وتحقيق الكسب المشترك. أولا،
يمكن للدولتين تعزيز التعاون في السكك الحديدية والطرق العامة والموانئ وغيرها من البنية التحتية لتعزيز التواصل والتبادل. ثانياً، يمكن للدولتين تعزيز التعاون في القدرات الإنتاجية لمساعدة اليمن على تسريع عملية التحديث ورفع القدرة للتنمية الذاتية. ثالثاً، يمكن للدولتين تعزيز التعاون في المجال الثقافي والإنساني. إن الصين واليمن كلاهما من الدول ذات الحضارة القديمة والثقافة الغنية، وإن التبادل الثقافي والإنساني بين الصين واليمن لا يساعد في تعزيز المعرفة المتبادلة والصداقة بين الشعبين فقط، بل يساعد في تعزيز الحوار الحضاري الصيني العربي وصداقة الصينية العربية أيضا. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء فيه: لجنة المعتقلين تعلق جلساتها المباشرة في مشاورات الكويت. وعنوان آخر: أربعة من أعضاء الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت يعودون للرياض بصورة مفاجئة. وجاء في التفاصيل: عاد أربعة من أعضاء الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت إلى العاصمة السعودية الرياض والتقوا بالرئيس عبد رب منصور هادي. وقال مصدر حكومي مطلع أن الوفد الحكومي يجد نفسه في حرج شديد أمام ضغوط شعبية تطالبه بالانسحاب بعد المجازر التي يرتكبها مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح بحق المدنيين في عدة مدن وبال أخص مدينة تعز. وفي عنوان آخر: تعز، مقتل ثمانية من عناصر المقاومة وإصابة ستة آخرين خلال معارك عنيفة شرق المدينة. وعنوان: عسيري يطالب بنقل مكتب الأمم المتحدة إلى عدن لكي تراقب الوضع اليمني عن قرب. إلى الوحدوي نت والذي تابع ما تتعرض له تعز. وعنوان: المركز الإنساني للحقوق والتنمية يدين الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء تعز. وقال المركز في بيان له إن تلك الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء تعز تتزامن مع تخلي الشرعية عن القيام بواجبها الوطني بالدفاع عن تعز، داعيا المجتمعين في الكويت إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه المدينة. ودعا المركز المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ إلى وقفة جادة وحازمة وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أبناء تعز وسرعة التدخل لحماية الضحايا المدنيين وضرورة تقديم مستهدفيهم للعدالة لوضع حد لمسلسل الانتهاكات وفقا للقوانين الدولية. الخميني وتكرار خطأ الرياض مع الحوثي. تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور. وقال الكاتب: قبل شهر من الثورة الإيرانية أرسل الخميني رسالة سرية اقترح خلالها أنه إذا استخدم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر نفوذه على الجيش الإيراني لتمهيد الطريق لتوليه السلطة مرة أخرى سيقوم بتهدئة الأمة وبالتالي استعادة الاستقرار وحماية مصالح أمريكا والمواطنين في إيران. سترون أننا لا نحمل أي عداء خاص تجاه الأمريكيين، هكذا قال الخميني، وتعهد بأن الجمهورية الإسلامية ستكون دولة إنسانية وستعمل في صالح قضية السلام والهدوء للبشرية جمعاء. يجب ألا يكون هناك أي خوف بشأن النفط. ليس صحيحا أننا لن نبيع النفط للولايات المتحدة، رسالة أخرى سرية كشفت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا، وهي ذات العبارات التي يرددها الحوثيون مع استمرار مفاوضاتهم الخلفية مع السعودية، وهو ما جعل كثيرين يعتقدون أن هناك توجها لتقويض الجيش اليمني الذي يتم تدريبه والمقاتل إلى جانب المقاومة بناء على تلك المشاورات الخلفية. وتظهر الرسائل التي كشف عنها توددا مثيرا للدهشة قام به الخميني لإدارة كارتر، وبفضل ذلك تمكن الخميني بقوة واشنطن من تنفيذ طلباته الثلاثة: تمهيد الطريق لعودته، الضغط على الحكومة الدستورية للاستقالة، وإجبار الجيش على الاستسلام. وعلى عكس كارتر، واصل الخميني استراتيجيته بثبات وبراعة. لقد كان الخميني يسير وفق رؤية واضحة لاستحواذ المتطرفين على السلطة، وتعاون مع أمريكا وقدم لها وعودا فارغة وفهم نواياها وسار نحو النصر في النهاية. بعد أقل من عام انتهى الخميني
من تصفية رفقاء الثورة جميعهم ماركسيين وليبراليين إلى آخره. عرفت واشنطن أنها ارتكبت حماقة فظيعة عندما أعلن الخميني في الوقت الذي كان يسيطر فيه على بعض المسؤولين الأمريكيين وعشرات من الأمريكيين الآخرين خلال أزمة الرهائن الإيرانية: أمريكا لا يمكن أن تفعل شيئا. وبعدها احتفل بالذكرى السنوية الأولى لفوزه مع إعلان كبير: إيران ستحارب الإمبريالية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وفي النهاية قال الخميني: سوف نصدر ثورتنا للعالم كله، إنها ثورة إسلامية. وفي النهاية سيقول الحوثيون: سوف نصدر ثورتنا إلى السعودية والخليج، إنها ثورة إسلامية. ونذهب إلى موقع الصحوة نت والذي عنون حول العديد من الموضوعات، أهمها: الوفد الحكومي يطالب بمعاقبة ميليشيات الحوثي وصالح على جرائمها بتعز، وعنوان آخر: عسيري يدعو الأمم المتحدة لاستقاء معلوماتها من الشرعية وليس الانقلابيين. ومن العناوين: الحوثيون يفرضون توجيهاتهم على منظمات الإغاثة الدولية، وتقول التفاصيل: قامت ميليشيا الحوثي المسيطرة على وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بإرسال خطابات رسمية منفصلة إلى 12 منظمة إغاثية دولية تطلب منها حصر التنسيق معها باعتبارها الممثلة لقيادة ما يسمى باللجنة الثورية العليا والطواقم الأمنية المتواجدة في مناطق عمل المنظمات. وكشف مصدر خاص في الوزارة أن الخطابات التي حملت شعار الوزارة وختمها أشارت إلى ضرورة أن تقطع المنظمات علاقات التنسيق والتنظيم التي تربطها بالدوائر المختلفة التابعة للوزارة. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونصطحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، والبداية من صحيفة الجريدة الكويتية والتي عنونت: اليمن لجنة الأسرى تتلقى الإفادات عن المحتجزين، الشرعية تدعو الأمم المتحدة للتدخل في تعز، وعسيري يتهمها بمناقضة نفسها. ووفقا للتفاصيل، فقد عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين جلسة جديدة ضمن مشاورات السلام اليمنية في الكويت للنظر في الإفادات الأولية عن المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في كشوفات الوفدين، والتقت اللجنة كل وفد على حدة للبحث في الإفادات المقدمة وسبل التوصل إلى تقارب مشترك. وفي موضوع متصل قالت الصحيفة الكويتية إن الحكومة الشرعية دعت الأمم المتحدة إلى التدخل بعد مقتل المدنيين في قصف للحوثيين استهدف سوقا في تعز جنوب غرب اليمن. إلى صحيفة العربي الجديد والتي تناولت المعاناة التي تعيشها محافظة الحديدة، وعنونت الصحيفة في صدر صفحتها: الحديدة اليمنية المحافظة المنكوبة ضحية الميليشيات والتهميش. تقول العربي الجديد: تصدرت محافظة الحديدة اهتمام اليمنيين في الأيام الأخيرة بعد وصول الأزمة الإنسانية فيها إلى مستوى غير مسبوق، فأطلق عليها المحافظة المنكوبة جراء انقطاع التيار الكهربائي في مدينة يعتمد سكانها على المكيفات الهوائية في فترة الصيف. وتتابع الصحيفة: سيطرة الحوثيين عليها جعلها تبدو من دون سلطة مسؤولة عن توفير أدنى احتياجات المواطنين. ولا تقتصر المأساة على الكهرباء، بل إن معظم سكان المحافظة هم من الفقراء الذين تزداد معاناتهم جراء وضع البلاد الاقتصادي وارتفاع الأسعار مع تراجع العملة في الفترة الأخيرة. وتوضح تقارير منظمة حقوقية ومصادر محلية في الجديد للعربي الجديد أن سكان المدينة والمناطق المحيطة بها البالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن يعيشون صيفا هو الأصعب على الإطلاق جراء ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة الساحلية المطلة على البحر الأحمر. المفاوضات اليمنية والمراوحة في المكان. تحت هذا العنوان كتب حسن العديلي ما قاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال العديلي: في وقت يجري الحوار في الكويت، يتابع الحوثيون استكمال الاستيلاء على مؤسسات الدولة بالتعيين والإزاحة، ويستغلون وقف إطلاق النار لإعادة تموضع قواتهم دون التوقف عن القتال. ومن المتوقع أنهم في مفاوضات الكويت
سوف يعملون على المراوحة في خطوة التنظيم لإرهاق الأطراف الأخرى ومواصلة الترتيبات من أجل التمكن على الأرض. ويكفي موضوع المعتقلين للتفاوض أسابيع وشهورا ما داموا يطلقون البعض ويعتقلون غيرهم في دوامة لا تتوقف، حتى إذا ذهب الحوار إلى قضايا أخرى سيكون المدى مفتوحا وطويلا. ويصلح تسليم السلاح مثالا للاستدلال على أن شياطين كثيرة تختبئ في التفاصيل، ولأن الحوثيون يخوضون معركتهم بالأصالة وبالوكالة، فإن الدبلوماسية الإيرانية الصبورة والخبيرة هي التي تدير فريقهم المفاوض في الكويت. ولهذا فبمقدار كونهم جماعة تفتقر إلى التجربة، نراهم يمارسون التفاوض بفن وجدارة، ويضعون الآخرين بين خياري المراوحة في المكان أو القفز إلى حكومة وفاق تكسبهم الاعتراف الدولي. وفي الغالب فإنهم لا يراهنون على اتفاق مع الوفد المفاوض في الكويت بقدر ما يتأملون تفاهما أمريكيا إيرانيا على قضايا المنطقة كلها. بعد ذلك لا يظنن أحد أن الحوثيين يمكن أن يتنازلوا على مائدة التفاوض من أجل اليمن، ولكنهم قد يقدمون النفائس ويتساهلون بالمقدسات لأي قوة مستعدة لمساعدتهم على أن يحكموا ويسودوا. لهذا فلا شيء في الكويت يبشر بفرج قريب في اليمن رغم بعض الظنون وكبير الرجاء. وإلى صحيفة البيان الإماراتية والتي تابعت ما حدث في تعز وعنونت: اللقاء المشترك يأسف لصمت العالم على مجازر الإنقلابيين. وقالت الصحيفة في التفاصيل إن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز دانت الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بتعز، والتي كان آخرها جرائم يوم الجمعة التي استهدفت المدنيين بعدة صواريخ، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتلى وجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. ونقلت الصحيفة عن بيان الأحزاب قولها إن تلك الجرائم هزت المدينة وأغرقتها بالدم والظلم أمام العالم والمجتمع الدولي، مجددة مجازر سابقة ارتكبتها الميليشيات وحليفها صالح ضد تعز، معربة عن الأسف لوقوف العالم متفرجا على هذه الجرائم المصحوبة بحصار خانق للمدينة طيلة عام كامل. وطالبت الأحزاب المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية أن تقوم بمسؤولياتها الإنسانية وواجبها الحضاري بإدانة جماعة الحوثي وصالح الإنقلابية والتعامل معهم كمجرمي حرب يرتكبون كل يوم جرائم إبادة ضد المدنيين، وأن تعاملهم على هذا الأساس وأن تعاملهم على هذا الأساس لا شأن له بالسياسة ولا بالشأن الوطني، وتمارس قتل المدنيين وتخريب الحياة دون رادع من ضمير أو خلق أو دين. وأكدت الأحزاب في بيانها أن تلك الجرائم الوحشية التي يمارسها الإنقلابيون ضد تعز لن تزيد أبناء هذه المحافظة الصامدة إلا صمودا وإيمانا بضرورة الثأر ومقاومة القتلة ومحاسبة المجرمين. وإلى صحيفة الخليج والتي عنونت: ارتفاع الإصابات والوفيات بحمى الضنك في بيحان شبوة. وتقول التفاصيل: ارتفعت عدد الحالات المصابة والوفيات بوباء حمى الضنك في مديرية بيحان بمحافظة شبوة شرق اليمن منذ بداية شهر مايو الماضي، حيث بلغت عدد الحالات المصابة 1200 حالة، منها 38 حالة نزفية و14 حالة وفاة. وبالمقابل شهدت مدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت المهرة شبوة ومنظمة الصحة العالمية مكتب حضرموت ومؤسسة العون للتنمية وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتنفيذ عدد من التدخلات لمكافحة الوباء. ومن العناوين الميدانية: قوات الشرعية تتقدم في صرواح ونهم بدعم التحالف العربي. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت: افتتاح مطار عدن واستئناف رحلاته الأسبوع المقبل
بشكل دائم. ونقلت الصحيفة عن وزير النقل اليمني مراد الحالمي أنه سيتم افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية رسميا الأسبوع المقبل ووفق الرحلات المقررة في البرنامج، مضيفا أن عودة المطار هذه المرة ستكون بشكل نهائي. ودعا الوزير الجهات الأمنية في العاصمة المؤقتة إلى مضاعفة جهودها لتأمين المطار ومحيطه، وقال إن وزارته ستبذل قصارى جهدها للقيام بواجبها على أكمل وجه. وأشار الوزير لقيامه بتحركات عدة لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية إلى المدينة، لافتا إلى تواصله المستمر مع السلطة الشرعية التي كان لها دور كبير في إعداد وتأهيل المطار. عن دور المثقف الحر اليوم، كتب المغربي صلاح بوسريف مقاله المنشور في القدس العربي، وقال الكاتب: حين استدعى المجلس الأعلى للتعليم الفيلسوف والمفكر الفرنسي إدغار موران، بدأ أن ما يقوله هذا المفكر الحر والنقدي أكثر جرأة وأكثر جذرية من كلام أعضاء هذا المجلس، وأن أفق الإصلاح كما رآه كان هو نفسه ما كتبنا عنه مرارا وتكرارا. لا أحد سيسمع لما قاله موران، لأن الفكر الجريء المتقدم يحتاج لمسؤولين جريئين متقدمين لا يخشون لومة لائم ولا يخافون على كراسيهم من السقوط أو أن تسحب البسط والسجاجيد الحمراء من تحت أحذيتهم. إن المثقف هو فكر ونظر، هو رؤية بعيدة المدى، هو عادة ما يضبط ساعته على توقيت آت لا على ما مضى وانتهى أمره أو أصبح في عداد المتلاشي وغير القابل للعمل. أو كما قال سقراط: فإن المثقف التنويري التثويري الحر هو بعيد النظر ولا يخدم الراهنة أو يعمل عمل الإطفائي يكتفي بإنهاء الحرائق، بل أنه يعمل على تفاديها قبل أن تحدث وينظر في أسباب وقوعها لمعرفة مكامن الخلل. هذا المثقف هو عكس الفقيه وعكس الداعية، هو سلطة خارج السلطة، أعني السلطة الرمزية للسلطة المادية القسرية والمتسلطة. هو عقل لا يفتأ ينتصر للعقل ولا يسمح باستدراجه ليخرج عن صوابه ويفقد رجاحته، كما حدث مع ابن حنبل في زمن المعتزلة وفي زمن المأمون الذي أسس بيت الحكمة. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.